اهلا بيكم من جديد وفقره مميزه جدا، فقره الناس خلاص بقت بتقعد تستناها. مش هتكلم على فئه عمريه معينه، ولكن كلنا الفتره الاخيره اذا كان بقى من قعداتنا الغلط، اذا كان من قله شربنا من الميه، اذا كان حاجات كتير قوي هنعرفها من دي فقرتنا. بس الموضوع بقى وصل لمراحل يعني مختلفه في العمر، ان بقى يبقى عندنا خشونه مع اختلاف بقى الاماكن. يعني في ناس بيبقى عندها خشونه مثلا في الركبه، في ناس بيبقى عندها خشونه مع انزلاق في الرقبه، حاجات كتيره جدا النهارده هنتكلم فيها. ولكن النهارده احنا خصصنا الفقره للخشونه المتاخره، يعني بنبقى عارفين في درجات للخشونه. طب هل لما اوصل لدرجه الخشونه المتاخره انا لازم اوصل بالمرحله دي لاوضه العمليات؟ لا، مش لازم خالص. النهارده في حلول مبهره، في حلول النهارده مع ضيف فقرتنا ناس اشتغلت عليها وناس فعلا جربت الحلول دي، والحمد لله ناس ما كانتش قادره تتحرك من مكانها، بتمشي وبتروح وبتيجي، وبقى الدكتور ده بالنسبه لهم يعني مش صديق، لا حد من العيله. وده فعلا انا سمعته وشفته كمان بعينيا. خلينا النهارده نرحب بضيف فقرتنا اللي هنعرف منه كل المعلومات المهمه، دكتور سامي قنديل، استشاري علاج الالام والحقن بالبلازما الغنيه بالصفائح الدمويه البي ار بي. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. استاذ منير ازيك؟ عامل ايه؟ تمام، ازيك؟ من الفقره اللي فاتت والدنيا يعني اتصالات عليا، وعايزه اقول لك قرايبي كمان واصحابنا، وخلاص بقى ما احنا مش هنتجه للعمليه. دي حقيقه، دي كانت عقده عند الناس. بصي، انت تخيلي حضرتك حد بيتحضر بالليل انه داخل اوضه عمليات بكره في حدود 4 ساعات او 5 ساعات، عمليه لا قدر الله، وارد جدا ان يحصل فيها اي مشكله لا قدر الله، كل شيء جايز. انا دايما بشبه، انا واقف اوضه العمليات وعارف، بشبه دايما اوضه العمليات كان طياره بتقلع وبتمشي بامان وتنزل تاني. هل تقدري تحكمي لي او تحلفي لي او تجيبي لي اي جرانتي ان الطياره دي تطلع وتنزل؟ لا طبعا. واي عملية وهو اي عمليه، خلينا نتكلم للاسف المرضى دي. للاسف المرضى اللي احنا بنتكلم عنهم، وخصوصا المريض اللي بيؤهل انه هيعمل مفصل صناعي، بيبقى مريض عنده ظروف خاصه جدا كتير قوي، تفاصيل محدش واخد باله منها. المريض ده بيبقى كبير في السن، فتعرضه للتخدير له تاثيرات كتير جدا واحتياطات رهيبه وبريكوشنز لازم ناخد بالنا منها قوي، ويحضر المريض كويس جدا. بيبقى مريض والعياذ بالله ساعات بيبقى مريض سكر، مريض ضغط، بيبقى وزنه ساعات سمنه مفرطه شباب وبسببها خشونه. فهل انت متخيله حضرتك ان انا المريض ده لما هيبقى عنده التفاصيل دي كلها وبقول له انت داخل اوضه تعمل اوضه العمليات، وارد جدا ابسط شيء جدا والعياذ بالله ربنا يعافي الجميع ولو 1% اللي تحصل، ان يحصل تلوث انفكشن في العمليه. كده يبقى انا خسرت كل شيء. يعني تخيلي حضرتك مريض داخل يعمل مفصل، يشيل المفصل بتاع ربنا ويحط مكانه حاجه صناعي ويقفل عليه الجرح. ايا كانت الحاجه الصناعي مش هتبقى بنفس الكفاءه طبعًا. المفصل انا دايما اقولها ان مفصل ربنا ده يساوي هيمارس الحاجات اللي وصلته للخشونه، فبرضه يعني مش هنوصل لحل. انا بكلمك في تفاصيل لسه ما وصلتش ان انا المريض ده عمل عمليه. أوكي. لو لا قدر حصل تلوث كده، الركبه الحقيقيه راحت، مفصل الصناعي مش هينفع خلاص لان بقى فيه تلوث، يعني خسرنا كل شيء والعياذ بالله. فان احنا ناهل المريض ده او ان احنا نبعده عن ان هو يعمل العمليه، او ان هو في طرق وفي حلول الحمد لله، وطرق علميه وحاجات جديده، مش مثلا تجارب، لا دي حاجات علميه دلوقتي بتطبق وبنشوفها. انا مثلا في ناس جات لي من السعوديه وجات من بره، عملت التردد الحراري وعملت غلق مسارات الاعصاب وعملت الحل اللي هو منعه ان هو الحمد لله ما يعملش ما يدخلش اوضه العمليات. المريض ده مش بقول لك ان هو مش هيتبع، لا هتابعه مرة واثنين كمان. إنما أنت متخيل حضرتك أن أنا مريض كان متحضر له أن يعمل المفصل، لقينا فيه حلول، لقينا فيه تفاصيل علمية، لقينا فيه أجهزة، فيه تكنولوجي كبير بيتعمل وبيتطبق أن هو يحميه من دخول أوضة العمليات. طب هو بيعمل أوضة العملية ليه أساسا؟ يعني أنا عندي مريض كل التفاصيل اتحكمت عليه وقالوا له اعمل عملية ليه؟ علشان يمشي، عشان ما يحسش بوجع. أوكي. طب لو بفضل الله سبحانه وتعالى قدرت ان احنا نمنع الوجع وتقدر تمشي، مش تبقى كده انت خدت المطلوب منك، وبتكلفه لا تساوي 1 على 1000 من التكلفه الحقيقيه النفسيه والماديه والجسديه والاجتماعيه. المريض ده بيدخل اوضه العمليات قاعد على الكرسي او ماشي، بيتعمل له التردد الحراري وغلق مسارات الاعصاب في اوضه العمليات بالتعقيم الكامل بكل شيء، ممكن يبقى واخد مهدئ، ممكن ما يحتاجهوش لان احنا بنشتغل ببنج موضعي، ويطلع من اوضه عمليات يقعد في اوضته يغير خلاص هدومه. ما نقولش بقى اوضه عمليات،
هي لان هو كده الناس يعني خلينا بقى نتكلم نديك حقك، هي مش اوضه عمليات، هي مجهزه كغرفه عمليات، ولكن هي ما تسماش عمليه. لا هي مش عمليه، بس انا بقول لحضرتك ده هو كمان بعد العمليه، بعد ما بيعمل الاجراء ويطلع يقعد في اوضته يغير هدومه ويشرب حاجه ويمشي ويتحرك عادي في خلال ساعتين. انا لو الظروف مهيئه ان المريض جاي على اوضته والدنيا جاهزه ومفيش حد شاغل الدنيا قبلي وكلام من ده، هاخد نص ساعه ساعه الا ربع بكتير جوه العمليات او جوه على الجهاز السي ار، لان هو ده اللي انا بحتاجه، جهاز السي ار اللي هو التردد الحراري، اجهزه التردد الحراري عندي واجهزه السونار مع جهاز السي ار الكبير اللي انا بشتغل عليه واشوف الاماكن اللي داخل عليها بالجهاز. حلو قوي. في خلال ساعه بكون مخلص، بعد ساعه من الاجراء ده يغير هدومه ويشرب حاجه ويمشي يروح. مش عمليه بمعنى الكلمه خالص. انا عملت له غلق مسارات الاعصاب، مش هيحس بالالم، في نفس الوقت هبدا اهل الركبه بالشيء الطبيعي ان انا احط لها بلازما، ان انا احط لها مؤهل، وانا بعمل الاجراء في نفس الجلسه وانا بشغل الاجراء ده. احنا بنسميها جلسه علاج، جلسه العلاج. اصبح النهارده مريض بعد ما كان داخل يعمل مفصل صناعي، لا ده الدنيا اتغيرت، بدا ما بقاش فيه وجع، بدا يتحرك في خلال ايام، بدا يستحس ان رجليه معاه، بدا يعتمد عليها، هيبدا يعيش نفسيا كويس جدا، هيبدا يتحرك، هيحتاج متابعه هيحتاج متابعه. طب خلينا يا دكتور نتكلم في يعني احنا بنقول اكيد الخشونه دي ليها درجات، خلينا بقى نتكلم انا اشوف مين او هو يشخص نفسه ازاي ان انا عندي خشونه متاخره، ان انا اشوف حد ما بيمشيش خالص او حركته شبه معدومه، ولا حد بيمشي مثلا تاني ظهره، حد بيمشي يعني بيحرك رجليه بصوره اللي هو مش قادر بيحرك رجليه بالعافيه بيشيلها، يعتبر بيشيلها، بيشيل نفسه برجليه. هو هيحكم، على ان هو عنده مشكله، هيحكم عنده مشكله ان هو في وجع وانه مش عارف يمشي او مش عارف يحرك رجله، ولكن حضرتك اللي بتحدد المرحله. انا اقدر انا هو هيحكم ان هو اللي عنده مشكله ان هو ايه، ان هو فيها وجع وان هو مش قادر يحرك رجله او يفردها او يتنيها او بدات تدخل منه في حاجه اسمها ستيفنس او تيبس. الحالتين دولت هم دول اسوا شيء في الركبه، ان انا مش عارف احركها وان هي بتوجعني. طيب ايه رايك نخرج لتقرير ونشوف الحالات اللي طبعا احنا يعني انا دايما بحب اقول كلمه مباركه، انا ببارك لهم ان هم يعني اتخلق لهم حياه جديده لان ابتدوا يتحركوا، ابتدوا يشوفوا حياتهم بصوره طبيعيه. خلينا نخرج للتقرير ونرجع لكم بسرعه. يا رب والله صوت على ايدك، والله ما كنت مصدق ان انا ابقى كده، والله ما بكذب، والله في حياتي النبي اللي زرته اني ما كنتش مصدق ان هيحصل لي كده. قال لاني ايدي في السلام بالسلام ما بقتش عارف انام، وانا بخش الحمام وده جاي على مشايه بالمشايه، الواد جاي ماشيه بالمشايه الصغيره وبمشي لوحدي كمان، والله ما حسيتش باي شيء خالص. الله يبارك له الروح، الله يديك الصحه والعمر يا رب. ان شاء الله ربنا يخليك اكتر والدنيا هتتحسن يا دكتور. يا رب وهاجي لك وازورك هنا واشكرك مليون مره. الله اكبر، مليون مره. وللامانه امام الله كل حد بيتقال له يعمل مفصل ويعمل حاجه يجي بس وشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. ناس كتير هيجوا لك ان شاء الله يا رب. بتقول لي والمصحف انا اتحسنت، كانوا جايبيننا على النباتات دي المشايه، بتقول انا اتحسنت. الله اكبر، الله اكبر، اللهم صل على النبي. معانا السيدات الجميلات الاسكندرانيون، الحمد لله جايين يعملوا المره الثانيه بفضل الله، الحاسه بتغيير والحاسه باختلاف. انا بس عايزهم يقولوا ايه اللي ممكن الواحد يحس بيه والدنيا تتغير ازاي، وربنا يحمينا ان شاء الله ويحميهم من عناين المفصل. انا ضد مفصل الصناعي، وان شاء الله باذن الله كل واحد هتقول حاسس بايه وتنصح الناس بايه، لان اللي بيلحق خشونه بدري في اولها الامور بتختلف جدا. فهنبدا بست الكل الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما كنتش بقدر اخش الحمام ولا ادوس على رجلي، وجيت للدكتور سامي انجيل، سمعت عنه وقلت لا ده مش معقول، ورحت لدكاتره كتير فقالوا لي تغيير مفصلين، وانا ما قدرتيش اعمل تغيير مفصلين. فواحده زميله اختي قالت لي الاستاذه ابتسام معايا برضه اهي، وحقنت وحقن اول مره، والحمد لله انا تحسن كتير، وجيت احقن المره الثانيه علشان انا اقتنعت ان احسن حقن الحقن بلازمه. وانا اشكره وافضل وشكر لله طبعا وحده،
وانا فخورة جدا ان انا شفته واتعرفت عليه، وهو انسان بصراحة وكبير قوي قوي، وتعالوا له شوفوا وجربوا. انا جربت والحمد لله، فعايزة غيري اللي انا حاسة بيه هم يحسوا بيه ويشوفوه وييجوا ويزوروه زيارة حتى بدون حقن يشوفوا، وان شاء الله هيبقوا كويسين جدا على الحق. والحمد لله، واشكر ربنا واشكر الدكتور سامي قنديل والتمريض بتاعه. ايوه الحمد لله. انا كانت ركبه وجعاني، وكان الدكتور قال لي تغيير مفصل لما سمعت عن الدكتور سامي قنديل، فجيته وقلت لزملاتي عليه، ومن اول حقن الحمد لله بدات اتحسن، وهو كويس جدا جدا جدا، والمشرفين اللي معاه برده كويسين، وهتلاقوا احسن معامله، والحمد لله هو البلازمه احسن من تغيير المفصل، وبتشوفوا تحسن فيه جامد قوي قوي قوي، وربنا يديله الصحه والعافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لما سمعت عن الدكتور سامي قنديل وجيت له على طول، سمعت القبلية قالوا ايه، فبصراحة انا خدت اول حقنة وتاني حقنة. اول حقنة حسيت بارتياح، وتاني حقنة هو ربنا سبحان الله وتعالى معايا يكمل معايا. الدكتور سامي قنديل انسان عظيم جدا، واخلاق بعد كده ما فيش، هو والقصد اللي معاه كلهم، ربنا يديهم الصحة يا رب، ويكون يا رب كده هو الشفاء على ايديهم يا رب. ونشكره ونتمنى نجيله في كل وقت، نزوره حتى من غير ما نكون بنعمل حاجة. ورجعنا لكم من جديد. الحالات دي يا جماعة وانا بدردش مع الدكتور كلها تصوير تليفون، لان ما بيبقاش في وقت الحمد لله من الزحمة عند الدكتور والإجبار الشديد الحمد لله الفترة دي، وفترات وسنين يا دكتور في نجاح. قلت لي انت بتصور بالموبايل، تقولي مفيش وقت ان انا اجيب الناس كاميرات. بتبقى فعلا عايزة تعبر عن الحاسة بيه، لان انا فعلا يعني دل على الخير زي فاعله فعلا، الناس شافت وحست، فبتدايما تقول يا طب هي بتقول كده. دي حقيقة. والحمد لله احنا يعني بنهتم كمان ان المريض يبقى عارف داخل في الفترة اللي احنا فيها دي، فعلا الاهتمام بالتعقيم وبالتعقيم المكان وتنظيف المكان ده بقى شيء اساسي، لان هي فعلا دي هتبقى بروتوكولات اساسية في طبيعتنا يعني البشر. هتمشي عليها. احنا سمعنا ان حضرتك بتدي مواعيد، يعني كل حالة، كل حاجة حالة يا جماعة بتبقى مثلا رايحة عند الدكتور بيبقى ليها ميعادها، وبعدين بعد ما بتخلص ميعادها بتعقموا المكان تاني كله. احنا عاملين في الكول سنتر نظام التفويج دلوقتي، انه كله بيجي بمواعيد وكله قاعد عارف ميعاده، علشان اللي يدخل يبقى المكان متعقم يعمل الاجراء بتاعه، وبعد ما بيطلع بتتقفل دقيقتين ما بين كل مريض ومريض، لان احنا في اوضه كشف في اوضه حقن، فالموضوع معزول عن بعضه. مهتمين قوي بالتعقيم وبصحة الحالة اللي بتجي لكم. قولي انا سمعت عن حقنة اللي هي بتحفز المناعه بالاكسجين. احنا دلوقتي في المعمل في عندهم الاجهزه موجود، بياخد جزء من الدم بينشطه وبيعمل نظام ان هو يحط الاكسجين النشط، فده بيساعد المناعه، لان من قوه الاوزون او الاكسجين النشط ان هو بيحسن المناعه جدا. احنا في فتره محتاجين قوي تحسين المناعه. دي بتعملها مجانا لاي حد بيبقى عنده؟ المعمل يعني بيدفعها كده علشان المريض نفسه حتى يحس بالنشاط في الفتره دي، لان احنا في الفتره محتاجين مناعه كويسه، تغذيه صح، وفي نفس الوقت يعني ان انت جاي علشان بتشوف بعينيك، فده بتخليك تدي انطباع عن غيرك، لان انا عاده في ناس كتير بعيدا عن هم بيجوا شافوك او لا، بيبقى فلانه قالت لطنط، بنت كذا بلغت كذا، دولت لهم تاثير كويس جدا. خلي بالك الناس لما بتحس بالتجربه وبتحس بالنتيجه بتبلغ اللي بيحبه. انا عن نفسي بعمل كده دي بصراحه، دي يعني اي حاجه بلاقيها، يعني انا برضو من دلوقتي لما حد بيتصل بيا بعد اخر فقره حضرتك انا بحاول اوصلهم للمكان، يعني ما هو ده سعي للخير. ايه رايك نستقبل تليفون ونكمل كلامنا بعده؟ الو. ايوه اتفضل. ايوه استاذه الله يخليك. مساء الخير. بخير يا استاذ الله يخليك. اتفضل احنا معاك والدكتور سامعك. اهلا وسهلا دكتور سامي. ايوه دكتور سامي. هو حضرتك معايا؟ هو معاك على الشاشه. هنجيبه لك على الشاشه عشان تصدق اهو، مش انت متصل عشان خاطره. اهلا وسهلا حبيبي حبيبي حبيبي. الحمد لله. امين.
الله يخليك يا دكتور، عامل ايه يا دكتور؟ بيقول لك مين سمير؟ قول له سمير ابو محمد، محمد سمير اسكندريه. اهلا بيك يا دكتور، اهلا وسهلا. ازيك يا عم سمير؟ ازي حضرتك؟ الف الف عامل ايه يا دكتور؟ انت مثال حي لما قمت به مجهود 5 سنين عم سمير. الله يخليك يا دكتور، عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله. انت اهم شيء وصل على وزنك. والله هو دلوقتي مرحله المتابعه. طب انت قول لنا ايه كانت يعني التجربه اللي مع الدكتور؟ واضح ان في علاقه يعني مستمره بقى لها كتير. تجربه رائعه. اول زياره للدكتور سامي في العياده في اللوران في اسكندريه عندنا. عادي كنت ماشي رايح على كرسي. على الكرسي اللي هو متحرك ده. وسبحان الله مع الحان تاني مره رحت له بالمشايه. تاني مرة يعني مرة أول مرة كنت رايح له بكرسي متحرك، تاني مرة بالمشاية. أيوة. وبعد كده تاني مرة حبيبي رحت له أنا إيه بقى إيه بالمشاية بقى فرحان الدكتور سامي بصراحة، فرحان بيا بصراحة. أكيد لازم أي طبعًا أكيد طبعًا يعني يعني بقى سعيد بصراحة مسكني. تالت زيارة له. الله أكبر. تاني حبيبك عايز أخد عصاية. بقى بصراحة بقى برضه مبسوط قوي 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 مني. الحمد لله ربنا عفى عني. بس جبت وعامل سبب هو بعد ربنا سبحانه وتعالى. نشكر ربنا طبعا ونشكر اكيد المجهود دكتور سامي طبعا. ده يعتبر سبب. يعني حضرتك هو ثاني حاجة سبب يعني هو السبب. طب ودلوقتي يعني حالتك وصلت لايه؟ بقيت يعني الحمد لله بمشي دلوقتي عادي من غير اتحرك ممكن من غير حي وغير عصاية اتحرك طبيعي جدا. غير الاول خالص. بس الشارع طبعا ماشي قوي عصاية في الشارع. لما انزل مثلا الشارع عادي بقى في عصاية معايا عصاية. احنا بنشكرك وبنشكر مداخلتك وبنشكر ان انت يعني بتبقى عايز توصل الشكر والمعلومة الحلوة. عم سمير اللي هو يعني ابن اسمه محمد فدايما بينادوا في اسكندرية على محمد حمو يعني وكده. فانا مسميه عم سمير حمو يعني. ابو حمو. اللقب بتاعه. ده من الناس الكاركترستيك جدا جدا اللي علقت معايا. واضح من كلامه على فكرة. لان بامانة بامانة هو مثال حي للمريض اللي كان فقد الثقة. المريض اللي كان بدأ مش عارف يعمل حاجة خالص. كان بالمناسبه انا موثق الكلام ده ودوكيومنتد بثلاثه فيديو وهو فعلا جاي على الكرسي. بفضل الله لما حناه وبدات اتابع معاه جاي مشي من المشايه. والمره الثالثه بامانه كان سافر اسوان لاهله في فرح هناك لانه ما خلاص بقى ابتدى يتحرك سعيدي يعني عايش في اسكندريه من اصل اسواني. ولدرجه ان مراته كانت بتيجي تتابع معايا وكده ببعض الحاجات وجالي بعد كده كمان ماشي بالعصايه وانا كنت في اخر زياره من حوالي شهر او شهر ونص متخانق معاه مزعق له لانه حسيت انه وزنه زاد شويه وبقى له كرش شويه فاتخانقت معاه قلت له لا بتبشره كمان يا دكتور في الوزن وهو يسمع وفي الكلام في التغذيه أنا وفي الميه له قلت له عم سمير انت كده غلط قاعد يضحك ما اصل انا نفسيتي كويسه وباكل كويس وبروح اقعد على القهوه ومش عارف ايه قلت له لا بس انت كده ممكن برضه هتاثر تاني على ظهرك وتضايق ركبك فبدا يسمع الكلام الحمد لله ده مثال حي حقيقي كانت المشكله عنده يا دكتور في فقرات كانت فقراته وركبه يعني كان عمل عمليه في ظهره فتسببت في ان ركبه ما يبقاش يقوم بدأت ركبه يحصل فيها خشونه ما بقاش قادر يقف على ركبه بدأ ظهره يريحه شويه وركبه اتضايقه اكتر فالموضوع دخل في بعضه كده زي ما بيقولوا اتكلكعت الدنيا في بعضها فقعد على الكرسي. فبدأت ان انا اتعامل مع الركب والخشونه وبدأ نحسن خشونه ركبتين وبدأت ركبته تريحه والوجع بدأ يقل بدأت احقن له ظهره كمان وكان عنده مشكله بسيطه ما بين الفقرات عملناها له. المهم ان هو في الاخر التركيبه اللي كانت ملخبطه دي بدات تفك بدات الدنيا تتحسن الالتهابات اللي كانت مقعداه والوجع والالم اللي كان مسبب مشكلته بدات الدنيا تتحسن خطوه بخطوه بخطوه لحد سبحان الله بقى يروح ويجي وتسبب ان هو بيزود في وزنه دلوقتي علشان بياكل كويس. هي مكالمته ادتني انا عن نفسي تفاؤل وفرح وخلتني اطمن وببقى ودي حقيقه متوثقه في فيديوهات لان انا الراجل ده واصل للدرجه دي. عم سمير ده من الناس اللي فعلا بتبعث الامل اللي حواليه قوي لانه فعلا عنده عزيمه كمان. طب ايه رايك نكمل الامل بتقرير من التقارير اللي يعني اللي هتفرحنا لان ما بيبقاش فيها حاله واحده لا حالات كتيره بتبقى كلهم تحس ان هم عايزين يتكلموا يوصلوا الفرحه لينا يوصلوا ان احنا خفينا احنا بقينا نتحرك. ايه رايكم نشوف التقرير ونرجع لكم بسرعه. السودان ده غير تغيير مصر وكده فدخلت قلت له فقال لي دكتور جاسم من احسن الدكاتره يعني
سامي، دكتور سامي سوري يعني، دكتور سامي جندين. فالحمد لله انا يعني جيت الجلسه الاولى داني اتحجنتها وحسيت بتحسن ملاحظ يعني، فحس اليوم اخذت الثانيه والحمد لله تحسن كويس جدا جدا يعني، واتمنى الشفاء على يده وانا متفائله جدا جدا جدا. الحمد لله عرضنا الناس الحقن كان بسهوله ازاي وفرق معاك ازاي. انا لسه قايله من اللي قاعدين بره تمام يا حاجه، والله ما هتحس بحاجه، عايزه يعني بتتسال ترى والله ما هتحس باي حاجه، انا محسه دي كام مره انا. قول لجيراننا وقول لاهلينا قول لهم كلهم في التلفزيون الناس هتشوفك وهتسمعك لان دي تجربه. الله يبارك فيك، الله يخليك، الله يبارك فيك. انت بصراحه ربنا اداك حاجه يعني لله تبقى سبب في انك انت تتفرج. يا رب رب اجعلني عند حسن ظنك يا حاجه، الله يبارك لك. انا بروح مشاوير دلوقتي ما كنتش بقدر اروحها يا سبحان الله، فضل ونعمه. وبمشي دلوقتي الحمد لله، الاول ما كنتش بقدر امشي، ده فضل ونعمه عليك. وقلم يا رب يبارك من ساعه ما حانت الدوله الفقد وخرجت منه عندك من اهو ما حسيتش باي حاجه. ما بنمشيش، رجليا الاتنين ما بيمشوش، قال لي حطيت لك شرايح ومسامير وعمودين ودعامين، انا ما بنمشيش. اصبحت النهارده كنت بنعمل حمام طبيعي وبنعمل بار طبيعي، بنعمل حمام بالحزم وما بينزلش ولابسه بمبز ليا سنتين، عملت 250 جلسه وكل ما اروح لدكتور يقول لي لازم تعملي العمليه، عندي قرص لا بنيمني ليل ولا نهار. وانا بننصح كل واحد ما يلعبش في ظهره ولا يروح يعمل عمليات، يتعالج يتحمل الالم ما يعملش عمليات، لان الدكاتره النهارده اول ما تروح يقول لك اعمل عمليه اعمل عمليه، هو قال لي ما تعملي، يا ريتك ما عملت العمليه ما كنتش تعملي عمليه، انا هنديكي كورس علاج تمشي عليه. الحقن بسيط جدا، الدكتور يا دوبك بياخد العينه بتاعه الدم وبيحطها في الجهاز علشان يفصل الدم من البلازما، وبعدها بياخد البلازما وبحقنه وبيدهني في الرجل اليمين حقنه وفي الرجل الشمال حقنه، وما بشعرش باي الم والموضوع بسيط جدا. وانا بقول للناس كلها ان يا ريت اللي حاسس بالخشونه دي يجي الدكتور سامي، وان شاء الله في ايد ربنا الشفاء بعد دي ان شاء الله. هيقول اللي حصل بالظبط، انا هسيبك بقى تقول للناس عشان اللي عنده خشونه نقدر نعالجه باذن الله ان شاء الله. اتفضل يا محمد. طبعا انا خدت جيت من الصعيد لما سمعت انه في حق وخدت الحق، وبصراحه يعني ما انا ما شعرتش باي شيء يعني، خدت الحق من تمام التمام لحد ما خلص بقول عملت حاجه يا دكتور انت خلصت، بيقول لي خلص والله الحكم، وانا ما شعرتش باي شيء فبصراحه كله تمام يعني. مش حاجه انا لما شفت الاشعه بحسبها الاشعه القديمه او دي حاجه لسه اول مره اشوفها مش فاكر، فلقيت ان 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 ودي اشعه هي عاملاها، لقيت ان احنا بقى عندنا الظروف ده من جلسه واحده سبحان الله واضح. انا حتى قلت لها دي خشونه درجه ثانيه ودي خشونه درجه اولى، والاشعه الحاكمه بكده. فانا سعيد النهارده لان هي بدات تستفيد وتتحسن. جيت مره وانا المره الثانيه اهو، دي بالاشعه صراحه الاشعه حلوه وجميله ما شاء الله، فرحتني وهو فرحني. كنت الاول خشونه من الدرجه الرابعه ما شاء الله، طلبت الخشونه درجه اولى ودرجه ثانيه، والحمد لله الف حمد لك يا شكر يا رب، احمدك على كل شيء والحمد لله. والله البركه في ربنا في الدكتور سامي، ربنا يزيدك يا دكتور سامي ويزيدك من نعيم يا رب، واصلح حالك ودايما في تفوق ان شاء الله. طبعا كل الحالات اللي في التقرير يعني حاجه تفرح وحاجه بجد تشرف، وعندنا دكاتره زي حضرتك طبعا احنا لازم نتشرف بيهم. ولكن لفت انتباهي حاله بتقول انا عملت عمليه ما كنتش محتاجه لها، وللاسف كمان يا ريتها بس ما كانتش محتاجه لها ودخلت لا كمان اثرت عليها في حاجات ثانيه. ايه رايك تكلمني عن الحاله دي؟ الحاله دي بقى يعني بصراحه من الحاجات اللي انا بقالي اكتر من 10 سنين بتكلم في علاج الالم. ندخل بقى على قصه العمود الفقري. والعمود الفقري زي ما قلت لحضرتك في الاول ان احنا ممكن نقعد 10 15 حلقه نشرح ايه الاسباب اللي تعمل الم
وايه الاسباب اللي ممكن تكون متواجده. العمود الفقري تركيب سبحان الله خلق حاجات كتير جدا وتفاصيل عاليه قوي. انما ايا كانت الاسباب وايا كانت المشكله بتتلخص في حاجتين ثلاثه مش هيخرجوا من ان المريض يكون بيشتكي من الام باشكال معينه. اشهرهم طبعا وجع اسفل الظهر منازل على فخادي بيوجعني جامد جدا جدا وبيسمع في الرجلية ومش عارف امشي خمس دقايق اتوجع جدا اقف في المطبخ اعمل حاجه اتوجع. كل مشكلتها ليل ونهار لزوجها ولاولادها واللي حواليها وحتى البنات برضو حتى في سن الثلاثينات وكده ان انا ظهري واجعني للاسف خلاص ما هي زهقت فتوجعت. السيده اللي زي دي قعدت تشتكي الكلام ده للاسف اللي زي دي بتشتكي وهي شكوتها حقيقيه هي فيها وجع. انما انا ما بخافش من الوجع سبحان الله. انا بقول علاج الالم علاج الوجع. انا ما اخافش من الوجع انا اخاف من الحاجه الثانيه اللي هي الوحشه اللي انا هقولها دلوقتي. فالسيده دي بتزن خلاص بتتوجع فكان اللي بيحصل زمان عملت العمليه ان هي قالوا العمليه جراحيه حلو. وهي مش محتاجاها حلو. للاسف لما دخلت عملت عمليه جراحيه وده مش عيب في الجراحه ولا انا مش ضد الجراحه. الجراحه لما تبقى مطلوبه بتبقى اهم مني. انما هي دي بالذات واللي زيها كتير بقى وهقول لك نسبه انت هتفاجئ جدا يعني بالبلدي كده مش جراحه عماله على بطال مش اي حد يتعب او يبقى عنده الم نقول له لازم كل من يشتكي من الام العمود الفقري باشكاله بانواعه وكل واحد له وصف 95% من اللي بيشتكوا من الام ومشاكل العمود الفقري لا يحتاجون الى تدخل جراحي. 95% يعني خمسة بس ممكن يوصلوا لثلاثة ان هم محتاجين الجراحة. السيدة دي كانت من 95% مش محتاجة جراحة ولكن للأسف دخلت أوضة العمليات حصل ان وده شيء مش بإيد الجراح أكتر منه ان دي إجراءات جراحية كتيرة جدا وتفاصيل كتير وتختلف من تشكيل وضع تشريحي ان الأعصاب اتضغطت الشرايح والمسامير اللي ربط في ظهرها ضغطت على العصب أسببت في ضمور أعصاب معينة حصل لها صعود في الأدم بقت على مشاية للأسف والكرسي. طب ده هل المريضة دي كمان بتوصل لقدر الله يعني الشلل احنا بنبقى عارفين ان هو ده اعراض شلل ولا انا بقول لحضرتك العملية يعني كامل بقى أنا يعني انا بقول لحضرتك دي اعراض الشلل. المريضة دي صعود في الأدم عضلاتها بدأت تضعف مش قادرة تقوم قعدت على كرسي ما هي دي اعراض الشلل. ايوه يبقى لما المريضة دي لو كنت سألتيها بدل المرة 1000 هل تعملي العملية ويحصل لك كده ولا تعيشي بالوجع؟ هي هتقول لك طبعا اعيش بالوجع ولكن بقى انا مش هسيبها للوجع. احنا عندنا 95% من الناس بنعالجهم. طب انت يا دكتور عالجتها من الوجع ولا الحاله كمان اتحسنت؟ هي الحاله دي حاله خاصه دي جايه بعد ما عملت العمليه بسنه خلاص يعني فيها مشاكل في سقوط في الادم. احنا بنقوي دلوقتي يعني ممكن اخد من حضرتك كلمه دلوقتي واوجهها لكل اللي بيشاهدونا لو اي حد عنده الم ما تخافش من الالم ما يخافش ما تروحش من الالم وما تروحش الاول للجراحه وان شاء الله لما اجرب هو حقن مش كورتيزون هو حقن بلازما واكسجين حاجات كلها يعني هنقول ناتشرال حاجات طبيعيه من جسمك والاكسجين معروف ان ده حاجه طبعا صحيه ودي ده بروتوكول كمان في علاج الام العمود الفقري بروتوكول ست خطوات ما ينفعش الخطوات دي اتجاهلها. يعني الوقت معاك معانا تليفون علي الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا علي اتفضل. مع حضرتك علي شرف من اسكندريه ممكن اكلم دكتور تاني؟ اتفضل هو الدكتور سامعك ومعاك واهلا وسهلا بكل اهل اسكندريه. السلام عليكم دكتور سامي. اسكندريه والنوبريه ورجال النوبريه كلهم. تحيا مصر يا دكتور. تحيا مصر تحيا مصر. الله يخليك. ازيك وازي المدام وازي انت عيله كلها كامله. العيله كلها اتعالجت عندك. حاجه زينه وحاجه عبد الخالق ويعني. قول لنا يا استاذ علي حالتك كانت ايه ووصلت لايه مع الدكتور؟ يعني احكي لنا تجربتك مع الدكتور. انا بصراحه اول ما عرفت الدكتور سامي انا شفت في التلفزيون كان عندي المدام عندها خشونه في الركبه في الركبتين ولفيت على دكاتره كلهم قالوا خشونه وعلاجها مسكنات المعده باظت من كثر المسكنات. فرحت للدكتور سامي فقال لي هتحقن وبتاع. انا فكرت انها عمليه كبيره وكده فقال لي لا ده في العياده دلوقتي على طول وحقن بلازما من الجسم يعني بتاخد حاجه من الجسم ونضيفها ثانيه اللي هي البلازما. وحقنا الركبه بسم الله ما شاء الله الخشونه راحت. النهارده معايا في اسكندريه النهارده كنا بنتمشى في اسكندريه شويه بنشتري شويه حاجات ماشيه 5 كيلو على رجليها ما شاء الله. ما تقولش كده هتتحسد. ما شاء الله. انا لسه سامعه من الدكتور ان هو كمان يعني العيله مش حضرتك بس يا استاذ علي. وانا حقنت الرابعه والخامسه الفتره الرابعه والخامسه والحمد لله رب العالمين بسم الله ما شاء الله. والمدام حقنت برضه كان عندها الغضروف في الفقرات العنقيه. حقن بلازما ما فيش اي كورتيزون؟
كان عندها في الفقرات العنقية وجميع الدكاترة أقرت إنها لازم العملية ولازم الفتح والمجرى. لما وريت الأشعة للدكتور سامي قال لي لا 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 مفيش حاجة خالص من ديت وهتحصل وهتبقى زي الفل والحمد لله رب العالمين وحقنت زي الحمد لله. احنا بنشكر مداخلتك معانا و انا مش عارفه يعني انا لا اشكرك ولا الناس تشكرك بامانه يا دكتور. انت واصل لمراحل حلوه جدا لدرجه ان عارف يعني ايه اسمع ما فيش عمليه ولا ما تعمليش عمليه وتعالي انا هخففك، دي لوحديها اصلا كلمه بتطمن حتى قبل ما اشوف اي حاجه. انا عايز احضرك الحمد لله من انا بتكلم من بعد ما رجعت من السفر من بره من 10 سنين الحمد لله التأثيرات بدأت تبان. احنا لو كل تصورنا ان احنا في 50-60% من الناس بدأت تفهم يعني علاج ألم ان احنا نقلل خطورة العمليات. انا مش بضد العملية وانا بقف في العمليات وعارف، ولكن الخطورة والمشاكل والتليفات المشرط يا استاذ ميري لما بيعدي ما بيعديش بسهولة، المشرط صح. لما بيعدي بيعمل وراها تليفات وغرفة العملية دي حاجة مش سهلة. العمود الفقري بعد العملية الجراحية بيتيبس وبيحصل فيه تليفات غير عادية وضيق في القناة الشوكية، وبنقعد نستخدم أجهزة ونستخدم أساطر عشان نسلك الدنيا ونعيد المشكلة اللي حصلة دي. قدامنا فقرات تانية إن شاء الله نوضح علاج العمود الفقري. الكلام معاك ما بيخلصش لأن هو يعني مش بس الحديث ممتع، لا هو مفيد لأن المعلومات دي كل اللي بيشاهدنا طبعا هيستفيد بيها. عايزه قبل ما اختم اقول لكل مشاهدينا اللي بيشاهدونا من اي محافظه ان الدكتور بيروح محافظات كتيره قوي، ممكن تواصل على ارقام التليفون على الشاشه من خلالها تعرف الدكتور متواجد او هيجي المحافظه عندك امتى. خليني اشكر دكتور سامي انديل استشاري علاج الالام والحقن بالبلازما الغنيه بالصفائح الدمويه البي ار بي، وانا كمان بشكركم. خليكم دايما فقرات جديده مع الطبيب.